السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي لكم وصفة بهذا القشور تاع كرافات. بغيتي تعرفي شنو كندير بيهم؟ ادخلي وشاهدي الفيديو للآخر وفرجة ممتعة. من المعروف ان الكرافات كينسم لينا بزاف ديال الوصفات، منهم بسطيلة الحوت، منهم بايلا، وعدة وصفات اخرى. انا اليوم غادي نوريكم كيفاش تنسموهم بالقشور. كنجيب الكرافات مثلا، انا عندي هنا 1 كيلو ديال الكرافات نقيته، وخليت القشور ديالو ما لحتهمش، غسلتهم مزيان، وبديت كل ما كنكون كنطيب في الفران شي حاجه وكنطفي عليه كندخله في هذاك الصاد ديال الفران حتى كيوليو ليا في هاد الشكل. كنطحنو في هاد الطحانه الكبيره حيت باش ما يبقاش ليا هكا كبير، باش يسهل عليا نديرو في مولينكس، حيت كنطحنو في مولينكس ديال العطريه باش نديرو كله في خطره بلا ما نبقى كل نبقى نهز ونحط نبقى نهزو نحطو غادي يكون كتير. المهم كنطحنو فحال هكا وكنديرو في خطرة. قلت لكم هاد القشور ديال الكروفيت راه كينسم لينا عدة اطباق، هانتو شفتو كنديرو هكا في خطرة، يعني هذا راه كيلو ديال الكروفيت هو دخلته هنا في مولينكس باش نطحنو في خطرة. قلت لكم كنديرو في بزاف ديال الاطباق، بحال بايلا كنديرو في البريوات ديال الحوت، كنديرو في بسطيلة ديال الحوت، كنديرو في الشربات، كنديرو في عدة وصفات. كي نسم ليا الوصفة وكأنك دايرة فيها كيلو ديال الكروفيت. وانا ديما ملي كنجيب الكروفيت هذه هي الطريقة ديالي، كنطحنو، هانتو شتي راه كيولي بحال الغبرة، ملي كطحني في مولينكس ديال العطرية راه كيتطحن مزيان. صافي كنشدو كنديرو في القريعة ديال الزاج، ولا بد تكون القريعة ديال الزاج، وكنديرو في الثلاجة. هانتو شفتو كي ولا هذا؟ كنديرو في الوصفة كنحتاج غير معلقة صغيرة، كنزيد على اي وصفة اللي كتكون ديال الحوت وصافي. وانتي عندك النسمة ديال الكروفيت في الوصفة ديالك. صافي كنديرو دابا في الثلاجه، كنحكم الاغلاق ديالو، وما كيخسرش يبقى عندك واحد المده طويله. نتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم الفكره، وما تبخلوش عليا من اللايكات والاشتراك في القناه ديالي والضغط على الجرس وبارطاجيو الفيديو. ومع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله.